هلو، بدنا نشتغل على بدنا نشتغل على document object. document object يمثل صفحة الويب. فمثلا هون عملنا x، عندنا عملنا tag p tag ال id ل p1، وبدنا ننسخ التكست ال xxx في P2 للـ ID2. فنروح نكتب X equal document get element by ID P1 in our HTML. لسا بننسخ هذا بنحطه بـ X، يعني نسخنا الـ XXX. لسا document.get element by ID P2 dot inner text equal X. فنستخدمنا الـ property inner text و inner html اثنين مع بعض. فهسا نعمل run، فبنلاحظ انه ال xxx صارت هون وصارت هون. فلو مزحنا هاي وحطينا هاي، حطينا ddd او ال kkkkkk وننسخه لل ddd، فنروح نعمل run هاي kkkkk. هسا لو كانت عندنا kkk هون بنغيرها الى mmmm، راح ننسخ من الثنتين، راح يصير فيهم mm لان اولا نسخنا هذا التكست هاي الانستركشن الى x، شايف؟ يعني document.get element by id p1.inner html ال mmm صارت هون. وهسا document get element by id p2 dot inner text، يعني نكتب ال ddd اللي هون equal x اللي هو نسخناه بهذا ال instruction اللي هون، فصارت mmm في ddd. فلما نعمل run لاحظ هاي mm هون و mm هون. هسا بدنا نستخدم ال value property، فتلاحظ هون التكست في بي كمان mmm، وبدنا نعمل عملنا text هون type text و id t1، وبدنا ننسخ هاي التكست اللي هون وبنحطه هون. اوكي، فايش صار عندنا؟ بدنا نروح اول شيء x تساوي document get element with id in html، يعني نسخنا هذا التكست اللي هون حطينا x كvariable. هسا document.getElementById بعدين حطينا ال id t1 اللي هي للtext هون، وبعدين ضغط value تساوي x. هسا x راح تنتسخ من هاي الelement الى التكست. فلما نعمل run لاحظ ال mmm هون. ممكن نعمل on as a string hello my text زي هيك، وراح تجي الكتابة هون لما نعمل run، راح تصفي هون بدل ما نسخناها من mmm. فنروح نعمل run say hello my text فالinstruction، ممكن من غير الستايل للتكست نكتب هون style dot back ground color. هسا هاي بصير سي بدل ما هي شحطة، color زي هيك equal blue or cyan. صحيح نعمل run، راح نتوقع انه هاي راح تصير صحيح. طبعا الكتابة راح تروح وما صارت صحيح، او صحيح هاي مكتوب بالغلط صحيح زي هيك. نعمل run هي صارت سايع. هلو،
نعمل on id للبادي حتى anywhere we click مثلا id للبادي equal body 1 b1 so هاي بنغيرها الى b1 وبعدين بنروح نعمل هنا بدل ما هي style dot background color ممكن نحطها color بس احنا سنروح نعمل click على body بنروح on click وبنروح نعمل function نستدعيها مثلا fun زي هيك بنروح نكتب function هون function بسميها xxx or fun افتح قوس وسكر قوس او ممكن نكتب هون t1.value Ops. Value. شو مال هاي؟ A. Value. Equal to. You called the function. هيك وصلنا كولم اوكي هنجرب هاي you call the function بس انا ما عملناش كليك هون سي استدعى الفانكشن بس خنغيرها هون حط xxx دغري استدعى الفانكشن document.b1 on click لأنه عملنا كليك في 1 2 بعدين عملنا run هون عملنا كليك سي 1 2 لأنه عملنا كليك على body بس لو غيرناها هون أعطينا ال ID بدل ما هي B1 رحنا على H هون ID equal H H1 وعملنا هنا H1 أيضا الـ ID وعملنا run وبعدين نروح نعمل click هون وصار ما اشتغلش on click بدنا نعمل click هون ما اشتغلش بدنا نعمل run أولا بعدين نعمل click هون كمان ما اشتغلش وليش ما اشتغل اقول لهم body b1 اشتغل run i12 غير هذا التكست vvvvv راح يتغير التكست هون vvv لما نعمل run طيب خنجربها on a button راح نعمل button b button id equal to b1 ونزيح تبعت البادي الID اللي هون او نعملها btn1 وهي بدنا نكون closing the string the same وبعدين بنروح نعمل هون سكر هذا البتن ونروح my button نكتب هون نسكر ال b button ونعمل run بس بنغيرها الى btn1 بنشوف إذا اشتغلت هون هذا البطن بنشوف إذا ننسخ جي 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 طبعا هاي استدعى للفانكشن روح لهون المفروض على الفانكشن
هاي فان وبننفذ الانستراكشن اللي داخلها run هاي صارت جي 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 هاي سي فهنا نحط اي اشي مثلا نحط كمان event on mouse over run لما نروح نحرك الماوس over the button هي صارت جي 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 كمان او نغيرها هون الى اتش 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 run ونروح نحرك الماوس over the button هي صارت اتش 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 يعني نترجعها هيك جي 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 دي 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 نحرك الماوس over the button run صارت اتش 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 بس ما حركناش الماوس over the button طيب الماوس over بنعمل نفس الانستراكشن بنشوف اذا on mouse out copy هاي on mouse out بس نستدعي function ثاني fun function fun t1.value هذا يصير a oops a value equal try again A I N والسكرة استرق ونشوف run هاي صار try again بس هاي نروح نجرب هيك نعمل ناش try again ما تغيرت الماوس over fun ما تغيرت بس انه لما نعمل كليك تتغير لو عملنا هون on click نعمل run on click try again بس بنغير هاي الكتابة الى ولا خليها نغيرها هون جي 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 ما تغيرت run لازم نعمل run فهذول الميثود ما تغيروش لسبب او اخر document and click equal fun طيب لم يتم استدعاء بس بنجرب online events so we go هون بروح على البطن وين البطن هون بروح نكتب on mouse over equal to fun one لازم نغير الأسامي بجوز هذا السبب ما تغيروش هاي fun one هاي fun two وهاي حطها one بعدين نروح on mouse out equal to حطها بوين سترينج زي هيك بنسكر هذا السترينج ايضا ويبدو يجب ان نكتب هكذا fun 2 نحط اقواس نبدأ شوية نجرب هسا هاي الماوس اوفر ما صارش اشي ماوس اوت اشتغلت try again ماوس اوفر ما صارش اشي ماوس اوفر هي فان 1 اون ماوس اوفر في غلط فيها شايف فبنكتبها مظبوط اوفر زي هيك بنروح على الماوس اوفر ران اول شيء بنروح على ماوس اوفر
هي صارت اتش اتش، رحنا عفان 1 يعني استدعينا هنا رحنا عفان 1 هاي الاوفر هسه اوت بدها تروح وين على تراي اجين شايف لان استدعينا فان 2 well طب كيف نحول هاي الى line events بدون functions بنروح inline events نكتبها حتى نفهمها inline يعني نفس ال inline events inline event هناك استدعينا function فنروح هون نكتب نفس الانستركشن اللي هون ننسخ ونحطها هناك copy تقريبا جملة نحطها هون بدل ما نستدعي الفاكشن تتنفذ هون وهاي الانستركشن نفسها ننسخها ونحطها هون محل الفاكشن الاستدعاء ونشيل الفاكشن هسا حتى ما يصير إرباك وبعدين هسا تلاحظ فش هون فانكشنز ولا حتى السكريبت نشيلها هاي راح هنشوف شو صار ما صار شي فش بس اوفر اون ويل او ويل بطن بي تي 1 ماوس اوفر تي 1 دات فاليو شو تساوي بدنا نحط هون سترينج داخل سترينج اوكي ونشيل هاي السماي كولم ونفس الاشي بدنا نحط سترينج داخل سترينج نضيق هاي شوية وهاي سترينج داخل سترينج تراي اجين بدنا نحط هون تراي وهون سترينج كمان نروح اوبس في عنا سماي كولن ما بدنا اياها وبنروح نعمل رن وبنشوف هاي صارت اتش 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 هاي صارت تراي اجين هسه اشتغلت بس بدنا نحط سترينج داخل سترينج هون حتى نعملها مزبوط هاي اللاين ايفنت بدنا نغير الالوان بدنا نكتب هون هاي تي 1 T1.color equal red زي هيك red وهاي نفس الاشي بنروح نعمل run بس ما صارش اللون الماوس اوفر ما صارش red T1.color بنحط ستايل قبلها ستايل دات بعدين بنروح نعمل رن بعدين نجي زي هيك هي صار ريد شايف صار ريد لو حطينا بلو هون بلو بلو نعمل رن ونروح ماوس اوفر نرجع هاي صار بلو بس ماوس اوت ماوس اوفر ما تفعلت لو كان في تكس قبل يعني هاي نغيرها جرين مثلا جرين وبدنا نروح نحط بالتكست تكست كيف بدنا نحط بالتكست well ما بيهون نكتب تكست equal 1 نجرب ما صارش تكست هناك يبقى تايب تكست well we can't so we have to put some instruction so بدنا نحط هون تكست ما بتزبطش فما زبطت هون التكست تايب تكست id t1 أنا نروح نكتب تكست من نكتبه زي هيك أيوه 1 2 هاي لونه أسود بعدين بنروح لهيك
ونحرك الماوس over it عشان يصير red. هذا صار green. اوكي well, مش مبين red من الغير الجرين. red افضل اوضح. red نعمل run. run نكتب text هون 1 2. شايف صار red لان حركنا الماوس فوق هذيك. بس خلينا 3 بس بضل رد. هسه نعمل run بنروح نعمل hello ونروح لفوق ما نصيبش الماوس زي هيك ونجيبه على هاي. هاي صار رد out. طبعا out راح تغير التكست to try again بس الكلر بضل red.